وبرقاد وقدام ديون لقب او هدف كما قلنا بحال دوري الابطال الافريقي. هدف ديالي اخويا سيد، الهدف ديالي دابا هو انني نتوج بصمه ابطال مع فريق الرجاء البيضاء. كتشوف بان ما بقاش قد ما فات كما كنقولوا بلغه الكره، انه خاصه بانه كلشي كان كيرشح مازين بيه في واحد ضرب من الظروف، خرج بوعبوع ديال واحد البوعبوع افريقي ماشي حتى كرويا، حتى على مستوى الكواليس وحنا عارفين هذه المسائل كامله. واش كيبان لك بانه قرباتها بعض كما كنقولوا بلغه الكره؟ شوف خويا زيد، انا كيف ما كنت بحال جميع المتابعين كنت نشوف فريق مازيمبي فريق قوي، ولكن فاش واجهنا عرفنا بانه فريق جد قوي في الساحه الافريقيه، خصوصا في الملعب ديالو، من ابطال الكره الكواليس اللي كدور فيها المقابله وكيفاش كيحاولوا انه يبعدوك على التركيز ديالك على المقابله. الحمد لله استطعنا اننا نوصلوا لهذا الدور من بعد اقصاء ما يمكنش اقصاء، ولكن من بعد مواجهات فرق كبيره، خصوصا المجموعه اللي كنا متواجدين فيها، الكل ما كانش كان عندي واحد الشك في تأهل فريق الرجاء البيضاوي، ولكن الحمد لله اللاعبين ابانوا على الجداره ديالهم والتأهل ديالهم، واستطعنا اننا نحتلوا المركز الثاني، ولما لا كنا نستطيعوا اننا نحتلوا المركز الاول. صحيح، ولكن ملي كتشوف راسك انك تعديتي فرق قويه افريقيا، كنظن بان الان تجاوزنا مرحله خطيره، ولكن مازال الاخطر القدام ان شاء الله. بدر كنا غنبداو بالبدايات، انا بغينا نبداو بالبدايات ديال الرجاء، لان الكونسيبت ديال اللي كنتكلموا عليه هو دائما كل لاعب كيعاود على حكايته، لان بزاف ديال الناس ما عارفينش كل لاعب كيفاش توصل، كيفاش تحقق الاحلام ديالو، كيفاش تحقق الهدف ديالو. البدايات ديال بدر، واش البدايات من الزنقه وشي واحد اكتشفه ومشى الرجاء، اولا البدايه التقليديه ديال الوليد عنده موهبه دخلناه ديريكتوم الرجاء؟ لا، كنت كيف ما قلتي كبرت في حي حسني، كنت كنلعب مع ولاد الدرب بزاف كوره، كنا تنلعبوا ماتشات بزاف راك عارف، وواحد السيد ولد دربنا كان دائما تيتفرج فيا وهذاك، وكان دائما كيمشي عند الوالد ديالي تيقول لي حشومه الدري غادي تضيعوا وهذاك، دخلوا شي يكون اللي هو باغي. صافي الوالد اقتنع بهذيك الفكره ديال هذاك السيد، وطرح عليا الفكره انني واش بغيتي تدخل شي مدرسة، قلت لي بحكم انني كنبغي فريق الرجاء، اول فكره كانت عندي انني التحق بمدرسه ديال فريق الرجاء، مباشره التحقت بمدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي، ولكن ما كانش الموسم الاول كان الحمد لله داز مزيان، ولكن الموسم الثاني كان صعب شيئا ما بالنسبه ليا، بخصوص بعض المشاكل العائليه بالنسبه للاب ديالي اللي كان وقعوا لي مشاكل في الخدمه ديالو، ما استطاعش انه يكمل فيها. تجا عندي مباشرة في الموسم الثاني وقال لي يا ولدي شوف، احنا ما نقدرش هذا العام زعما نخلص لك فلوس ديال ليكول وهذا، صبرت العام الجاي وديك الساعة نعاود نخلص لك. قلت لي صافي ماشي مشكل. شحال عندك من عام؟ بدر ديك الوقت؟ كان عندي شي 10 سنين وقيلة 9 سنين 10 سنين ديك الساعة. قلت لي صافي ماشي مشكل الوالد، هاني الدنيا هانية. من بعد بدا الموسم الكروي في مدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي، وكان المدير انا داك سي محمد ابو الهدى، اللي كان بغي نوجه لي واحد التحيه كبيره لانه الفضل الكبير ديالو انني استمريت في مدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي. بدا الموسم الكروي، وهذاك المدير شاف ان بدر بانو ما التحقش بالتدريب، ما كيجيش، بقيت يسول الدراري علاش ما جاش وهذا، صيفط لي واحد الدري كان كيسكن قريب ليا تا هو في حي حسني، قال لي علاش، قال لك سي ابو الهدى علاش ما بقيتيش تجي؟ قلت له اشنو كاين، ما عنديش فلوس باش نخلص وهذا. هو مشى قال لي غد لي جا عندي، هو قال لك شكون اللي قال لك جي خلص؟ قال لي قال لك جي عنده. صافي مشيت لعندو، قلت له مشى معايا الوالد، قلت له اشنو كاين، هو يقول لي ما قال لك حتى واحد اولدي اجي خلص. صافي رجعت عاوتاني كما تنقولوا حنا، كانت عندنا ديك الساعه واحد الفرقه تيسميو السيليكسيون، هذوك المخيرين في المدرسه ديال الرجاء كيجمعوهم، كتلعب ماتش نهار الحد مع الفراقي ديال كازا. صافي عاوتاني رجعت الرجاء، وبقيت من تما وانا في فريق الرجاء الحمد لله، ما بقيتش تنخلص، وكان تيعطيني الحوايج ديال ليكول وكل شيء. هذاك السيد تنبغي نشكره مره اخرى. البدايات بدر، دابا الطريقه اللي كتعاود بها، البدايات ما عمرها كتكون كيف ما كنقولوا حنا مفرشه بالورد، يعني
هو الأقدار كانت تلعب دور كبير. تخيل بادر فعلا في ذاك العام جلس وكمل القراية وكمل تكونسنتر واحد الحاجة ولا من المبغاش شيء، كنا غنتحرموا من اللاعب بحال بدر بانو. بدر كانت البداية في الفريق الأول ديال الرجاء ما كانتش سهلة، كانت إعارة، وديك الإعارة ربما خلات بدر يكتسب واحد الثقة كبيرة، والجمهور الكروي المغربي بشكل عام عرف بدر من خلال خصوم هضبة بركان. اللي ما عارفش الناس بزاف، انني كنت اعاره فريق وداد فاس من بعد التحاق ديال المدرب سيف تحي جمال اللي كان انا ذاك هو المدرب ديال وداد فاس. اتصل بيا وطلب مني انني التحاق، وجا الوقت لانني خاصني نلعب في بريمير ديفيزيون بالرغم ان وداد فاس كانوا ديك الساعه كيمارشوا في الدوري القسم الاول. الى قطع غير كمل، الى بان الكونيكسيون غير كمل. ماشي مشكل، صافي اتصل بيا سي فتحي جمال. دخلنا كونسنتراسيون بديات العام، تمات المنادات عليا المنتخب الوطني رفقه السي حسن بن عبيسه. كانت عندنا واحد تورنوا في نيس، وكانت كانت مورا تورنوا في اندونيسيا. اخر حصه ليا رفقه المنتخب عاد غادي نسافروا لفرنسا، تصبت بكسر في الرجل ديالي اللي خلاتني انني ندير عمليه جراحيه. خضعت العمليه الجراحيه على يد دابا مزيان كتمشي كونيكسيون كترجع. يلاه 50 كاين مشكل كبير. بقات في العمليه اللي درتي مع اللي دوزها عبد الرزاق يفتي. دوزها سي عبد الرزاق يفتي. من بعد كانت اصعب مرحله ليا في كره القدم، انني بقيت جالس في دارنا مده ديال 6 شهور، حتى واحد ما استطاع انه يتصل بيا حتى في التليفون، حتى واحد ما هضر معايا. بقيت كنشوف تنبقى بالليل جالس غير بوحدي تنبكي، تنشوف رجلي تنقول محال غادي نرجع نلعب كره، رجلي كامله حديد، ما محال غادي ترجع رجلي كيبقات ولا. ولكن سي حسن بن عبيشه مشكور من بعد التعافي ديالي خاصني ناخذ ترويض، راك عارف تكلف بيا سي حسن بن عبيشه بوحدو شخصيا، ما كاينش شي واحد اخر اللي عقل عليا كي تنقولو. الحمد لله دازت هذيك المرحله، وملي بغيت نرجع نلعب كره كانت مازال عندي كونطرا انني بريت لوداد فاس، ولكن تكلمت مع السي بكاري، السي محمد بكاري اللي كان انا ذاك المدرب ديال فريق الامل ديال فريق رجاء البيضاوي. قلت ليه شوف انا دابا يلاه راجع من الهرسه وهذا، ما كرهتش نرجع معاكم الاسبوار، غير ناخذ هذيك الفورمه عاوتاني ديال الكره، وديك الساعه نمشي. السي محمد بكاري مد لي يدي وعاونني، استطعت انني نرجع لفريق رجاء وكملت هذاك الموسم مع فريق الامل. الحمد لله رجعت الفورمه كي تنقولوا. ملي سالا موسم كان عندنا حفل توزيع الجوائز مع السي محمد بودريقه، توجهت ليه مباشره قلت ليه شوف الرازه دابا شحال من لعاب جابوا وهذا، لعاب بزاف. كان انا داك السي محمد فاخر هو اللي كان تكلم معايا وقال لي شوف راه عندك نسبه قليله انك باش تلعب هذا الموسم مع الرازه. كانوا ديك الساعه شي لعابة كبار، فلاكس قلت لي انا ما عنديش مشكل، دابا جا قريشة خاصني نلعب، وانا كنمشي شي فرقة على الاقل نكون بروميير. المرحوم السي رشيد البوصيري الله يرحمه، قال لي صاحبي شوف كاينة نهضة بركان وكاينة يوسفية برشيد. يوسفية برشيد كان ديك الساعة يلا تحق بهم سي محمد بكاري. قلت لي انا بحكم بانني لعاب ديال المنتخب ودائما كنكون متواجد مع السي حسن بن عبيش، قلت لي خاصني شي فرقة بريمير ديفيزيون. قلت لي مرحبا نمشي. صافي من بعد قلت لي قدموا لي هذيك الخطوه الاولى اللي كنت نبحث عليها، والسي عبد الرحمن ني ذكرتو، ولكن اليوم خصني نذكرو انه هو اللي مد لي المساعده واعطاني ديك اول مقابله ليا في الدوري، وبدات اول مقابله رسميه كان هو النهائي ديال كاس العرش امام فتح الرباط اللي نهزمنا بجوج صغار. اول مقابله ليا لانه كان كوناتي ديك الساعه التحق
فريق ليبي ليبيا اتحاد ليبي قبل النجم الساحل وصافي. وكان انا داك السي فوزي القزاع عاقل عليها قال لهم خليه يمشي انا عندي لعاب واجد صافي لعبوا بادر راه غادي. هو اللي كانت الكلمه ديالو الحمد لله. والسي عبد الرحيم طالب جا ومد لي المساعده ولعبت ومن ديك الساعه الحمد لله وانا كنتمنى هذا البركانيه. كنبغي نشكر مره اخرى على الجمهور ديالهم على المكتب ديالهم على الكل اللي قدمت معهم واحد الموسم اللي عمرني ننسى صراحه. من بعد جات العوده ديالي لفريق الرجاء البيضاء. بدر صراحه انا شخصيا كنتذكر الاهداف. خليه لا برضه سير بابا سير كل الله يصلح كنتذكر واحد البيت ماركة بدر الماتش وقيلة ديال 7-3 سمعتيني بدر ياك؟ سمعت احتفل كانت من مظاهر الوفاء الفريق النهضر البركاني. واليوم كنعرفوا اني وعبد الرحيم طالب وفوزي القجاع كيف ما قلتي يعني مجموعه ديال الناس ثقوا فيك كيف ما كيكونوا ناس كيثقوا في اللعابه في البدايات كيف ما كاين وحدينهم ممكن يحطمهم في البدايات. بدر من بعد الحمد لله من 2014 ربما 6 سنين دابا تقريبا في الرجاء يعني كلها تألق عدد من الألقاب ربما الأبرز هو لقب الكاف ولقب السوبر. غنمشيو للسوبر هو الأول لأنه خا الكاف قبل السوبر ولكن السوبر هو الأول اللي ماركيتي فيه بيت ديال الربح وبيت ديال الفوز على من على واحد الفريق اللي أصلا خلق جدل إلى دون على موزمبيق بوليس لأنه فريق كبير الفريقين بغينا ولا كرهنا ولكن فريق يثير الجدل دائما. هذاك الاحساس ديال ديك البيت هذا خصوصا بدر هدف الانتصار سجلت هدف الانتصار باش مرشحينش اكثر من الترجي لانهم ما كانوا داخلين رابحين كما كنقول اخويا زيد. هذيك الكلمه عطاتنا واحد الحافز كبير اننا اسم ديال الفريق الحمد لله ان اللاعبين كاملين دخلوا لهذيك المقابله مركزين 100% ولا 200% اننا خصنا ننتصر على ذاك الفريق اللي كل شيء ربحوا على الورق. الحمد لله الكل كان ذاك النهار مستعد على الشيء. الطريقه اللي لعبنا بها كمجموعه ما خليناش مساحات كبيره لفريق الترجي حاولنا اننا نضغطوا عليهم عارفينهم ان الهجوم ديالهم خطير ولكن الا ضغطت على المدافعين ديالهم كتقدر انك تاخذ منهم كره وتخلق فرصه. هذا الشيء اللي طبقنا التعليمات ديال انا داك المدرب سي باتريس كارتيرون. كان على علم بالطريقه ديال اللعب ديال فريق الترجي اللي سهلات علينا بزاف ديال الحوايج. الحمد لله كنظن ان الدراري كاملين داك النهار كلشي كان اون فورم واستطعنا اننا نفوزوا بهذاك اللقب وندخلوا الفرحه على جماهير فريق الرجاء البيضاء. باقي ما جاوبتينيش على البيت الاحساس ديال البيت بالضبط. واخويا الصراحه احساس لا يوصف. انا ما تيقش راسي انها تماركات الا شتي فاش ماركيت درت تنسحب راسي اورجو. هذاك الشيء بقيت من بعد تنسحب راسي اورجو صافي قلت راه ما كاين حتى لعاب ورايا ولكن ملي شفت هذاك اللعاب كان واقف في البوطو عاد صافي فرحت ما عقلتش على راسي حتى عندك شمو محسن ياجور. كان انا ذاك محسن ياجور ما كانش لاعب كان رومبلاسو كانوا كيسخنوا رابوطو. محسن ياجور يقدر يعاود لك هذيك اللقطه فاش عندك شو وركت عليه بزاف لدرجه انا هنا واقيلا عضيت وفي عنقو ولا ما عرفت شنو. واحد دنيا زور وركت عليه واحد القوة وقال عديت في عنقو بالفرحة الكبيرة اللي حسيت بها. كما قلنا بأنه ما ماتش ديال الترجي والكرة المغربية دائما واحد دي معينة نهائي الرجاء
السنة الماضية. بدر الفيدرالية بالضبط اللي معاه فريق تيسالي داك الماتش ونهزو لا كوب كيف ما قلنا على ديال الكره الافريقيه صعيب نزقوا لاي طريقه باش يبعدوا. الحمد لله الحمد لله كانوا دراري بعقلهم، كانوا لعابه ديكسبيريونس، مالغري كانوا عندنا بزاف ديال الدراري صغار، حاولنا ان ميلونجيو بين هذيك الاكسبيريونس ديال دوك الدراري الدراري الصغار تما نخرجوا منهم ديك الروح. انا نتغلبوا على ديك الفرقه اللي كانت ديك ساعه فرقه قويه صراحه. كل شيء كيقول الرجاء محال محال غادي تسير دابا، الحمد لله اخويا بس علينا واحد ربع ساعه في الاخر لا توصف. اليوم صعب، اليوم نسالي معاهم الطرف اللي معانا تعرف دول الضرب يربحوا شوية بدأت تتمارك علينا واحد جوج ثلاثة كان هزعيني أنا وزنيشي تتبالي في المقانة 75 ومع الطلقوا دك في طلق يلا الطلق تنقول يا ربي شنو غنديرو يا ربي سالات واخا كانت واحد هذا واخا تنقول مع ربي شوف كوما ماركيناش ديك البيت 3-0 التعادل كوما ماركيناش بيت 3-0 التعادل هذاك البيت ولا خاصهم 5-1 ديما تتقول كاين امل لا ما يماركيوش عليا خمسه ماركيو علينا خمسه وصلوا ولكن ملي بداو بحال هكا تندور عند زنيتي تيقول لي بادر دوي مع الدراري حانتوش دوي مع الدراري بادر تندور عند الدراري تيبان لي كلشي مرفوع كاين بزاف دراري صغار ديك الساعة شنو قلت شوف غندوي مع هادوك الربعة ديال لا ديفونس اللي عندنا وأناس حنا غنهزو الدراري إلا داروا شي حاجة الله يخلف علينا دويت أنا وسند وشاكير كان بوطيب ديك الساعة لعب أريار جوش قلت لهم شوف هذا ربع ساعة اللي بقات باش ما بغاو ما يبقى يتمارك علينا التابيت الحمد لله سال الماتش سال الماتش بلينا بديك النتيجة اللي بغينا ورجعنا بهذيك الكويس فرحاني للمغرب الحمد لله. حتى كيف ما قلتي بأنه بزاف ديال التفاصيل اللي متعلقة بالهضرة اللي كتكون وسط التيران هضرة اللعبة بيناتهم يعني التفاصيل هذه الصغيرة كتحسن بزاف في نتائج بعض الماتشات وغنمشي معك واحد التفاصيل متعلقة بالهضرة حميد أحد محسن كان جاب الكره من السبكه وطلعوا الدقه ديال نصف الملعب حسين تيق بيا قلت لي دابا حنا اكفس جيل في الراجع داير القطن في ودني. السؤال الاخير اللي عنده علاقه ببعض اللاعبين مدافع عزيز عليه ثالثه هما المدافعين صالح ما شنو كيقول لك قلال هما المدافعين اللي عزيز عليهم القناطر الصغيره القنطرات يعني البيض الكره السر واش حتى هو يعني تربى معاك ولا انت هذاك السيل اللي كتلعب بسيس في الاول ومن بعد يعني واخا كتلعب كمدافع بقى لاصق فيك او معاك؟ لا هذيك الشوكه ديال الراجا السيل ديال الراجا من الاول الشوكه الاولى ملي كتدخل المدرسه ديال الراجا لا طوع شي كره غير شويه على الكازا تبدا تسمع المعيون وخاصك من يوم هذا وقت الاول من اللي يعري من هذاك اللي كيحل لك الباب باش تدخل خاصك تلعب كره الراجا معروف على انك تلعب كره كتفكر في الاداء اكثر من النتيجه فهمتي دونك حنا هذاك الشيء دخلينا في الدم في المدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي انك تلعب كره تلعب
تستحوذ على الكره دائما، الكره خصها تبقى عندك وتقدم واحد الاداء اللي هو مزيان، من بعد عاد كتجي النتيجه. كنا في مقابلات مع فريق رجاء بيضاوي اننا كنخرجوا منتصرين وكيخرج الجمهور مقلق علينا، علاش؟ حيت ما لعبناش مزيان. هذا الشيء كان في العقليه ديال جماهير فريق رجاء بيضاوي، ما عندك كدير حتى حنا لقينا دخلات فينا. صحيح، هو الضريبه ديال ثلاث فريق كبير يعني المستوى التاريخ ومستوى الحاضر والماضي وحتى المستوى القاعده الجماهيريه التي لا تناقش. صعيب صعيب الارضاء. بادر غنمشي معك، ما انا ما شخصيا ما سخيتش، انا كلها خصني كلها حاجه لبينا. خسرت ساعتين ثلاثه. بارك الله فيك خويا بادر.